الموجز الثالثة بتوقيت غرينتش، قال ناشطون في سوريا إنه تم اعتقال 14 ناشطا في دمشق من قبل قوات الأمن، من بينهم المدونة رزان غزاوي والصحفي مازن درويش. من جهة أخرى قالت الهيئة العامة للثورة السورية أن 26 شخصا على الأقل قتلوا اليوم في سوريا، معظمهم في بلدة كفر نبودة بريف دمشق والتي تشهد أعنف عملية عسكرية، حيث سقط قتلى مدنيون وعسكريون نظاميون ومنشقون. وقد استمر قصف حي بابا عمرو في حمص، كما وشهدت درعا عملية عسكرية واسعة. كفر بودا في ريف حماة شهدت أعنف قصف من قبل الجيش السوري واشتباكات بين الجيشين الحر والنظامي، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات، بينهم 4 جنود نظاميين قتلوا إثر استهداف حاجز من قبل مجموعة من الجيش الحر، وقتل 10 من أفراد الجيش الحر و4 مدنيين على الأقل حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكانت الهيئة العامة للثورة السورية قالت إنه عثر على أكثر من 20 جثة مشوهة في كفر بودا في وقت سابق. ونعلن عن تشكيل لواء شهداء ريف حماة. أما الجيش الحر فقد بات يشكل ألوية لتشمل الكتائب المنتشرة في أنحاء مختلفة من سوريا، كما في هذا الشريط الذي نشرته المعارضة على يوتيوب والذي يعلن فيه تشكيل لواء بقيادة عقيد الركن المنشق. فأعداد الجنود المنشقين تزداد مع تقدم الوقت وارتفاع وتيرة القمع، وتصاعدت الاشتباكات المسلحة واحتدمت، ما أثر في المؤسسة العسكرية كما يبدو. آخر الانشقاقات ما نشر على يوتيوب عن العميد ركن فايز قدور عمر مدير المدرسة الفنية الجوية. فايز قدور عمر من مرتبات قيادة القوى الجوية والدفاع الجوي مدير المدرسة الفنية الجوية، وهذه هويتي. وتجدد القصف باستخدام المدفعية وقذائف الهاون على حي بابا عمرو، وامتد إلى حيي الإنشاءات والخلدية، ويبقى حي بابا عمرو الأكثر التهابا في حمص. واستمرت الاشتباكات المسلحة في الرستن بريفها، كما شهدت سراقب وجبل الزاوية في إدلب اشتباكات عنيفة أيضا. وسقط جرحى في اقتحام البوكمال الحدودية بدير الزور التي تقول دمشق إنها أحد معابر تهريب الأسلحة والمقاتلين من العراق. وشهدت درعا وريفها عملية عسكرية كبيرة، وأجرى الجيش حملة مداهمات واعتقالات، ودارت اشتباكات بين الجيشين الحر والنظامي في شوارع المدينة، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين نتيجة إطلاق النار والقصف العشوائي. انفجارات قوية وأطلاق نار كثيف من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وكان أعنفه عند جامع أبو بكر وجامع بلال وجامع المنصور وحي المنشية، وشهد ألهبة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من مدرسة بنين درع البلد ومن مستوصف البلد. طبعا لا يخلو الأمر من اشتباكات عنيفة دارت بين عناصر منشقة من الجيش الحر وعناصر من قوات الأمن والجيش النظامي المتواجدة على الحواجز، وشهد سيارات إسعاف قادمة إلى تلك الأحياء وأنباء عن 3 قتلى وعدد من الجرحى في صفوف الجيش النظامي. كما شهدت أحياء دمشق تصعيدا في المظاهرات وأغلاقا للطرق الرئيسية من قبل المحتجين، كما شهدت بعض المناطق بريفها اقتحامات واشتباكات، وفي معظمية الشام أجريت حملة اعتقالات. الإعلام السوري الذي يقول إن دمشق تحارب مجموعات إرهابية تكفيرية مسلحة لم يأتي على ذكر هذه التطورات، وبث التلفزيون السوري تقارير ومقابلات عن الاستفتاء المتوقع على الدستور الجديد. حيان يعقوب، بي بي سي. نقلت وكالة انترفاكس عن مصدر مطلع أن موسكو لن تدعم نصا غير متوازن بشأن سوريا، وكانت روسيا طلبت إجراء عدد من التغييرات على نص مشروع قرار بشأن الأزمة في سوريا والمقرر أن يجري التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم. ومن بين التغييرات التي طلبتها روسيا تعديل فقرة تشير إلى الخطة التي اقترحتها الجامعة العربية، وتدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى تفويض نائبه صلاحيات لتشكيل حكومة وحدة وطنية. قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي إن الرسالة التي بعثتها طهران إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون غامضة، لكنها تشكل إشارة إيجابية من جانب إيران. وكانت وكالة رويترز أفادت أن إيران بعثت قبل يومين برسالة إلى أشتون تقترح فيها استئنافا مبكرا للمحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي. وذكرت الوكالة أن الرسالة المقتضبة قد لا تكون فاعلة لإقناع الدول الغربية بأن طهران
مستعدة للدخول في مفاوضات بناءة لحل الأزمة. وبحسب رويترز فإن كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي أعرب في الرسالة عن استعداد بلاده للحوار على مختلف الأصعدة لتحقيق تعاون بناء. في القاهرة اختتم اليوم محامو الدفاع مرافعاتهم في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي والمتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك مع نجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الاثنين المقبل لسماع تعقيب النيابة والمدعين بالحق المدني على مرافعات دفاع المتهمين على أن يكون التعقيب كتابيا فقط، كما حددت هيئة المحكمة جلسة الأربعاء المقبل لتعقيب جميع المتهمين ودفاعهم على أن يكون كتابة أيضا. نهاية الموجز، هذه حلقة جديدة من برنامج نقطة حوار. في بعض الأحيان في الداخل السوري، النظام السوري والموالون له وبعض السوريين يقولون إن ذلك فيه مبالغة كبيرة، وأراء كثيرة تدعمها مجموعة كبيرة من المنظمات الإنسانية تقول إن ليس في ذلك مبالغة بل هذا ما يحدث. حدثوني أنتم عما ترون في الداخل السوري وعن أرائكم من الخارج، هل هذا بالفعل هو ما يحدث؟ سينتظر إجاباتكم في حوارنا الإلكتروني الموازي زميلي حازم الخولي. حازم رشا، الحوار مليء بالكثير من الآراء المتنوعة التي بالطبع سوف نتعرف على البعض منها لاحقا في البرنامج، كما سنتعرف على نتيجة السؤال المطروح للاستفتاء اليوم، وهو هل تتفق مع الأمم المتحدة بأن ما تشهده سوريا يرقى لجرائم ضد الإنسانية؟ شاركونا رشا. شكرا لك حازم، تابعونا بعد لحظات. أهلاً. القوات السورية ارتكبت على الأرجح جرائم ضد الإنسانية خلال قمعها للاحتجاجات الأشهر الماضية، هكذا قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمام الجمعية العامة. حمص تقصف لما يقارب الأسبوعين والقتلى على الأقل 300 بحسب مصادر سورية مستقلة. المفوضية تحدثت عن معلومات مستقلة أيضا وموثوقة ترجح أن التجاوزات جزء من حملة واسعة ومنظمة للاعتداء على المدنيين. الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق وأدانت انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، والمرصد السوري لحقوق الإنسان يتحدث عن قتلى من العسكريين المنشقين عن الجيش لصالح الثورة في إدلب. النظام من جانبه رفض ادعاءات مفوضية حقوق الإنسان وقال إنها تضاف إلى تاريخ المفوضية في التعامل مع سوريا منذ بداية الأحداث فيها منتصف مارس آذار الماضي. إذا كنت أو كنتي في سوريا حدثوني عما تشاهدون، عما تعيشون أنتم، هل تشهد بلدتك أو منطقتك انتهاكات لحقوق الإنسان؟ هل هناك جرائم ضد الإنسانية بالفعل أم أن هذه مبالغة؟ أهلا بكم إلى نقطة حوار، أنا رشا قنديل وأنتظر مشاركاتكم عبر ما تختارون من طرق عدة، أهمها الرسائل النصية SMS بالهواتف النقالة وبكاميراتها كاميرات الإنترنت الويب كام. شاركوني صوتا وصورة على تويتر وفيسبوك وجوجل بلس. أرقام الاتصال الهاتفي هي 00442077650211، وللرسائل النصية باللغة العربية 00447930407. سأستهل حلقة اليوم بمشاركة بالويب كام من إحسان الخياط من الدنمارك، دعونا نستمع إليه. بات واضحا لكل متابع المنصف ان مفوضيه حقوق الانسان تتعامل بانتقائيه مع ملفات حقوق الانسان في العالم، فالمفوضيه تصمت عن حلفاء امريكا في المنطقه الذين هم اكبر منتهكي حقوق الانسان بكل المقاييس ومن عشرات السنين، ولم نسمع يوما صوتا ولو خافت يدين ممارسات هذه الدول. اما بالنسبه لسوريا فالمشهد فيه الكثير الذي لا يندرج تحت صلاحيات المفوضيه، حيث تجري هناك حرب بين جيش الدولة الرسمي وجيش آخر مجهول مسلح بأحدث الأسلحة تتبناه بعض أطراف المعارضة الخارجية مدعوم من الدول الخائفة والدول الراعية للحروب. المراد منه صنع مشهد دموي يدفع باتجاه تدخل دولي تحت شعار مساعدة الشعب السوري. إن معارض الخارج سقطوا في فخ المبالغة والتهويل والمشاركة في صنع مشهد دموي بقوة السلاح، قد أساء كثير من مطالب الشعب السوري في الانتقال السريع للديمقراطية والحرية.
إحسان الخياط إذن يتحدث عن مبالغة وتهويل في القول إن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا. دعوني أستطلع مشاهداتكم وأراءكم أنتم الآن، وذلك عبر الهاتف. مشاركاتكم الهاتفية هي ما سأتحول إليه الآن. محمد ومحمد وكنعان وعلي معي على الهواء مباشرة. محمد من مصر، محمد نور. محمد، يعني أنت على ما فهمت أصبت خلال شهر أغسطس آب الفائت؟ نعم. كيف أصبت وأين، يعني كيف كانت هذه الظروف؟ كانت نزلت لجنة الأمم المتحدة إلى حمص في 22 سنة، لجنة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، فنزلنا وعملنا معهم مظاهرة. طيب. فالأمن نزل من السيارات و ضرب النار علينا. بعدين كيف أصبت؟ ضرب النار علينا. نعم. وأصبنا 11 واحد. طيب. استشهدوا أنا وشخص واحد لم نستشهد، أصبنا بس. طيب، أنت تقول أنه كانت هناك لجنة من مفوضية حقوق الإنسان للأمم المتحدة في سوريا، هذا ما فهمت منك، وأنتم خرجتم في مظاهرة معها. بحمص. نعم. 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 نعم في حمص. طيب، يعني مما استمعت إليه في بداية هذه الحلقة، هل هناك مبالغة مما رأيت أنت ومما عايشت على أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا منذ بدء الأحداث وحتى الآن؟ انتهاكات غير طبيعية، يعني السيارة بشكل هون تحت، يعني لم تقطع مسافة عننا بعيدة، ضربوا نار 11 واحد يعني انصابوا واستشهد ساعة. أنت في مصر العلاج محمد؟ في مصر أنا عرفت، بس سوريا هربت، يعني هربت وأتلقى العلاج في مصر. نعم، يعني إصابة وهرب من سوريا. محمد سعيد من ريف دمشق. محمد أهلا وسهلا. مساء الخير أختي. مساء النور، أهلا وسهلا. يعني هل هناك مبالغة إذا قيل إن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكب في سوريا وأنت على الأرض؟ لازلت محمد نور في مصر، هو هرب بعد أن أصيب، كيف تخبرني أنت عما جرى بعد أغسطس آب؟ أختي لا، ليست هناك أي مبالغات، بالعكس لو كانت المنظمات موجودة على الواقع لرأت أشياء يشيب لها الرأس. هناك انتهاكات أثناء في الاعتقالات التعسفية وكيفيتها وحشية جدا، حيث تدخل قوات الأمن إلى المنزل وبدون بدون بدون أي شيء، يخلع باب المنزل ويجر الشباب الموجودين داخل هؤلاء هذا المنزل من شعورهم إلى الخارج، يتعرضون خلال هذا الأمر إلى الضرب الشديد قبل التحقق الاستبعاد من هوياتهم. إذا كان الرجل مطلوبا، إذا كان أحد الشباب مطلوبا، يقاد بطريقة بشعة جدا إلى السيارة ويؤخذ ويهان جدا إلى حين وصوله إلى المقر الأمني، وإذا لم يكن مطلوبا يضرب بشدة ويدخل إلى منزله. أيضا هناك حصار المدن ومنع دخول الأغذية والمواد الطبية إلى المدن، وهذا يحصل الآن في الغوطة الشرقية في سقبة وحمودية في ريف دمشق، ويحصل أيضا في الزبداني. للآن ثم يمنع دخول الأغذية والمواد الطبية، ويعتبر من يسرب الأدوية الطبية إلى داخل المدن مجرما يستحق الاعتقال. أيضا هناك المعاملة مع المتظاهرين كمجرمين، حيث يطلق النار مباشرة على المتظاهرين ويلاحقون كمجرمين. هناك أيضا اعتقال. محمد، أنا أفهم أن هذه مشاهداتك، أنت ترى ذلك في يعني حيث تقيم في ريف دمشق. محمد ومحمد، لو سمحتم ابقيا معي، سأتحول بهذه الرؤية إلى ضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة كوفنتري في وسط إنجلترا، سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أستاذ رامي، يعني استمعنا إلى شهادتين على الأرض من سوريا، ولكن البعض الذي أتحدث إليه من الداخل السوري أيضا يرى أن في ذلك مبالغة إن لم يكن كذب. هل وجهتم بمثل هذه الانتقادات أو الاتهامات من قبل؟ نعم، هذا حقيقة تشن علينا حملات من قبل النظام السوري وإعلامه بشكل مستمر على أننا نبالغ، ولكن نحن نقول الحقيقة ولا نذكر إلا الحقيقة. على سبيل المثال، ماذا سيقول لنا النظام عن المجزرة التي حصلت يوم أمس في بلدة سحم الجولان، عندما حاصروا مجموعة من أهالي البلدة في أحد الأودية وقاموا برمي القنابل الدخانية عليهم ومن ثم أطلقوا الرصاص عليهم. لا نعلم الآن ما مصيرهم. عشرات من أبناء هذه البلدة قام رميهم بسيارات نصف نقل وأخذوا إلى مراكز أمنية وعسكرية، من الممكن أن يكونوا جميعهم قد فارقوا الحياة. هل هذه أيضا مبالغات؟
كيف تقدرون أعداد القتلى والجرحى أستاذ رامي؟ وأنا تقريبا أتحدث إليكم في المرصد تقريبا كل يوم، كيف تقدرون هذه الأعداد؟ حتى اللحظة لدينا موثقين بالأسماء من الشهداء المدنيين 5374 شهيدا مدنيا. طبعا هذا الرقم لا يشمل مئات المفقودين، إن لم نقل آلاف المفقودين في السجون السورية. هناك ما يزيد عن 2000 من قوات الأمن والجيش النظامي السوري والمجموعات المنشقة. أيضا هناك آلاف من الجرحى وعشرات الآلاف من الجرحى، بعضهم شفيت جراحه وبعضهم ما زال يعاني من جراح وأصبح يعاني من عاهات أيضا. أستاذ رامي لو سمحت ابقى معي، سأسمعك صوت آخر من الأصوات التي تحدثنا عن رؤيتها على الأرض بشكل مختلف. علي من اللاذقية، علي أهلا وسهلا. مرحبا علي، أنا أريد أن أستمع إلى شهادتك أنت دون بمنتهى الصراحة. ما الذي تراه في اللاذقية أو تراه في سوريا لا يراه الآخرون؟ ولماذا يقال أن هناك مبالغات كبيرة إن لم يكن كذب فيما يشاع عن انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا؟ آنفتي، عمر الحركة الاحتجاجية بسوريا حوالي 11 شهر، يعني 330 يوم. يومين على القنوات الحكومية السورية الخاصة والعامة، على الأقل ثلاث حوادث وأخبار كاذبة. يعني عندنا 1000 حالة كاذبة، 1000 حالة وحادثة كاذبة مثبتة بالدليل. وفيك تتابع القنوات السورية تشوفي يوميا على الأقل ثلاث حوادث كاذبة، 1000 حادثة كاذبة وخبر كاذب، ما بيدعوكي للتساؤل شو عم يصير؟ صحيح، ولكن هناك أيضا في المقابل مئات الآلاف من مقاطع الفيديو التي تنشر على يوتيوب وعلى الكثير من كيف يمكن أن نفسر هذا علي؟ وبس لحظة، لأن بعض هذه إن لم يكن جل هذه الفيديوهات مثلا يقال في أولها التاريخ والمكان، أو يقال بالصوت التاريخ والمكان، مما يضفي قدر من المصداقية لدى من يشاهد هذه الفيديوهات. تفضل. يا أنا سيرسا، لو أنت عم تتابعي القنوات السورية كنت فهمتي شو عم يصير بهذه المقاطع الفيديو على اليوتيوب. بدي أذكر شغلي هلا، الرقم اللي حكاه السيد رامي عبد الرحمن. بس لحظة، طيب حدثني ما الذي يحدث؟ يعني حدثني أنت لمن لم يتمكن من رؤية القنوات الفضائية السورية، ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث حينما يقوم شخص؟ تفضل. راح احكي عن حادثة صارت معنا باللاذقية من 10 ايام. لو سمحت. 4 اطفال قتلوا نتيجة الاختناق، نتيجة ماس كهربائي بالبيت، هن من بيت قداح. ذكرتهم جميع القنوات، وذكروا السيد رامي عبد الرحمن انه فاتوا شبيحة على البيت وقتلوا 4 اطفال، 4 اطفال كانوا موجودين مع امهم. هذا خبر موثق، وطلعوا اهالي الاطفال وقالوا ان هذا الموضوع كذب. اشعلوا الدنيا فيها على الجزيرة، وكان خبر رئيسي على الجزيرة الشبيحة يدخلون يقتلون 4 اطفال، الاطفال هن من بيت قداح. طيب، وهذه حادثة ملفقة من وجهة نظري. هي حادثة موثقة وفيك تأكدي منها، ونحن بنعرفه لهالجماعة وكيف صارت الحادثة، أشعلوا الدنيا إنه في شبيحة فاتوا هن ماتوا نتيجة ماس كهربائي. خليني أرجع بس للرقم اللي ذكره رامي عبد الرحمن. تفضل. 5300 شخص، أنتوا وقت عم تذكروا رقم قتل في سوريا 5300 شخص، عم تذكروا بطريقة كأنه الجيش قتل 5300 شخص، ليش السيد رامي عبد الرحمن ما بيجزئ بفصل لنا هالرقم هذا اللي هو 5300 شخص؟ ليش ما بيذكر انه ابن مفتي سوريا من ضمنه؟ ليش ما بيذكر انه مدير مشفى قتل من يومين من ضمنه؟ ليش ما بيذكر انه رجال دين مسيحيين قتلوا من ضمنه؟ ليش ما بيذكر 2400 عسكري سوري قتلوا من ضمنه؟ وهالاربع اطفال هي اللي ذكرت لك اياهم بيت قداح ايضا من ضمن ال 5300. انا حسب ارقامي الشخصيه، انا ما معي يعني عفوا، انا كان ممكن اجيب شهاده واطلع كناشط سياسي او ناشط حقوقي واطلع يعني حاول عشان يكون لي مصداقيه، بس انا كشخص عادي حسب اطلاعي وحسب مناقشتي اعداد اللي قامت بها، انتم بتسموها معارضه، نحن عم نسميها صرنا بسوريا عصابات، اعداد القتلى من الجيش السوري النظامي ومن المدنيين اللي قامت بقتلهم العصابات. علي، هذه نقطه واضحه يعني العادة. انا اشكرك على شهادتك وانت مرحب بك الرقم. وحتى ان لم تكن ناشطا سياسيا. حاضر حاضر أستاذ رامي عبد الرحمن، هذا تحديدا كان سؤالي لك. يعني سمعت هذا الكلام من أكثر من شخص من داخل سوريا ومن الخارج، يتحدثون عن أن جل من يقتلون هم العكس، هم من القوات النظامية السورية، يعني من الجيش والشرطة. الاتهامات بالتلفيق التي توجه إلى المرصد السوري توجه لغيره من المنظمات التي أيضا تقول أن هناك عملية ممنهجة تستهدف المدنيين المعارضين في سوريا، كيف ترد على هذه النقطة؟ السيد لم يتابع البرنامج بشكل جيد. أنا قلت أن هناك 5374 شهيدا من المدنيين، وهناك أكثر من 2000 شهيد، 2000 من الجيش والقوات وقوى الأمن الداخلي والمنشقين. لذلك لو تابع البرنامج بشكل جيد لاستمع لما قلناه.
أولا نحن نتحدث عن الذين يسقطون من جميع الأطراف، ولكن هل تذكر قناة الدنيا أو الفضائية السورية عدد الشهداء المدنيين الذين تقوم بقتلهم قوات الأمن السورية؟ وبعد ذلك يتحدث عن الأطفال الذين قتلوا في اللاذقية. الأطفال ليسوا من آل قداح، من عائلة أخرى، أعتقد من آل الطايع، كان والدهم معتقل وأفرجوا عنه بعد أن قتل أطفاله. هل القضية أستاذ رامي هي في تفنيد الحالات حالة بحالة؟ يعني يخرج الشخص ويقول لك مثلا هؤلاء الأطفال من عائلة معينة، أنت تقول هم من عائلة أخرى، ويستمر الجدل؟ لا يستمر الجدل، ليستمر الجدل. النقطة الأولى الآن، نحن لم ننشر أي خبر كاذب، بينما الإعلام السوري نشر آلاف الأخبار الكاذبة. عندما بالبداية عندما تحدث عن التعذيب الذي حصل في قرية البيضة وقال أن هؤلاء من عناصر البشمركة والتعذيب جرى في كردستان العراق، لماذا لم يقوموا بالاعتذار من الشعب السوري عندما كشفنا الحقيقة وقمنا بفضحهم بالوثائق والحقائق؟ طيب، يعني سؤالي في الواقع في البداية كان عن آلية جمع المعلومات، ولكن سيدي أنت حقوقي مارست هذا العمل لفترة طويلة، هل يمكن تصنيف ما يجري في سوريا مما ترصد ومما تتحدث عنه الآن أن هناك عملية ممنهجة أو انتهاكات لحقوق الإنسان ترقى الجرائم ضد الإنسانية كما قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؟ هذه جرائم ضد الإنسانية. ما يحصل الآن ليس الآن، منذ شهر نيسان أبريل الفائت، منذ أن اتخذ النظام قرارا بالحل الأمني والعسكري، هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب في سوريا من الساحل السوري إلى حمص إلى مدن أخرى. لا نريد أن ندخل في جدال حول طبيعة هذه الارتكابات لأننا تحدثنا عنها أكثر من مرة. لدينا حقائق أن ما يجري الآن في سوريا وما يرتكب الآن في سوريا هي جرائم ضد الإنسانية، ولا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، هي جرائم ضد الإنسانية. نعم أستاذ رامي، صوت آخر نستمع إليه، كنعان من ألمانيا، كنعان سوري مقيم في ألمانيا. كنعان أهلا وسهلا. يا أختي، أنا لفتت نظري وجهة نظري ككنعان لأنك تقول أن هناك انتهاكات بالفعل لحقوق الإنسان، ولكن أين ترى المبالغة في هذا الأمر؟ في البداية أنا بتأسف على كل نقطة دم بتسيف في أرض سوريا الحبيبة. أما أنه انتهاك لحقوق الإنسان، موجود انتهاكات لحقوق الإنسان إن كان من قبل النظام أو قبل المعارضة، ولكن أنا بدي أحكي على المفوضة لحقوق الإنسان. ضميرها بينام 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 وبيصحى فقط عن سوريا أو إيران، أما بخصوص فلسطين أو البحرين أو السعودية فضميرها بيضل نايم. يعني بيستغرب هذا الأمر كثير. نعم، بس كنعان يعني هناك رد على ذلك يدفع به في كل مرة يتحدث الشخص مثل ما تتحدث أنت الآن، بالقول أنه يعني لأنه ليس هناك اهتمام بمنطقة أخرى ولأن هناك مصلحة ألا يكون اهتمام بمنطقة أخرى، هذا يعني أن نترك الشعب السوري يموت؟ لا ابدا. انا قلت لك في البدايه انه في انتهاكات لحقوق الانسان. نعم، موجود هي الانتهاكات، ولكن من المسؤول عنها؟ انا بقول المعارضه هي المسؤوله عنها، وبعض الاعلام المغرض والمضلل هو المسؤول عنها. يعني تكبير الاحجام، يعني نحن بنعرف انه حي الانشاءات من اسبوعين الجيش السوري موجود فيه، لشو كل يوم بيقولوا قصف لحي الانشاءات؟ يعني الجيش بيقتل نفسه. يعني كل واحد بيقتل بسوريا بيقولوا الجيش قتله، كل واحد بنخطف بسوريا بيقولوا الجيش خطفه، مع اني انا بدي احكي لك شغله خاصه فيني. انا اخي مع خمس أطفال تعرض لعملية اغتيال في بيته، وكل الناس بتشهد على هذا الشيء لسبب واحد فقط، لأنه ما طلع للمظاهرة. الشخص اللي عدموه برسم من كم يوم ظهروه على قناة الدنيا، شخص ظهر مع المراقبين الدوليين عم بيقول لهم دخيلكم خلصونا، هو من اهل الرستن، بس ظهر على التلفزيون اخذوا المواطنين المسالمين تابعين القنوات وعدموه، وفي صور له كيف عذبوه كيف قتلوه. طب هذا مو انسان، هذا مو محتاج كمان للناس تدافع عنه. الشعب السوري محتاج الجيش السوري يتدخل. الجيش السوري لما يتدخل راح يكون في ضحايا، راح يكون في قتلة. نعم طيب، هذا امر طبيعي جدا طبيعي. كان هذا ما بيزيد علينا المفوضيه بقيادة قطر طبعا انه يصحى ضميرها بس هلا، يعني ضد الشعب السوري. انا ما بقول مع الشعب السوري. نعم، الانتهاكات موجوده اختي، الانتهاكات موجوده بكل دول العالم مو بس بسوريا، بأبو غريب موجوده، بافغانستان موجوده، بغوانتنامو موجوده، ببريطانيا كانت موجوده لما صارت الاحتجاجات. يعني بس هذا لا يعني انها اصبحت امرا واقعا، يعني ينبغي ان يتم محاسبه من هو مسؤول عن اي انتهاكات لحقوق الانسان، وهذا امر ليس به فصال بالتاكيد. لازم الحكومه السوريه تدعي هذا الشيء، تدعي لمحاسبه اي انسان، اي رجل امن انتهك. نعم، حقوق الإنسان. أو العكس بالمناسبة كنعان، المفترض أن يكون أيضا العكس، ألا يرتكب أي شخص تحت أي
ظرف انتهاكات لحقوق الانسان كان عام. دعني اتحول اذا بهذه النقطه الى استاذ رامي عبد الرحمن. استاذ رامي، هل مهم في عملك جدا ان تعلم من هو المسؤول عن انتهاكات؟ يعني فلنفترض ان المعارضه او العصابات او ايا كان ما يسمى من الطرف الاخر ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان، كيف تسجلون انتم في مرصدكم هذه الاشياء؟ نوثق كل شيء. عندما اغتيل نجل مفتي الجمهورية، ذكرنا أن نجل مفتي الجمهورية اغتيل. عندما يجري حوادث قتل من قبل مجموعات منشقة أو غير منشقة، نقول أن هناك سقط ضحايا من المدنيين. نحن نوثق ظروف الاستشهاد وكيفية الاستشهاد، ولا ننشر أي شيء، فقط مجرد أرقام. عندما لا تكون لدينا معلومات، نقول برصاص مجموعات مجهولة. لا نستطيع أن نقول والله أن لماذا لا تهتم المفوضية العليا لحقوق الإنسان بقضايا فقط إيران وقضايا سوريا. عندما يقتل الشعب السوري بشكل يومي، هل المطلوب أقول للمنظمات الدولية لا تهتموا بالشعب السوري لأن هناك جرائم تحدث في مكان آخر؟ أنا من واجبي كمواطن سوري أن أدافع عن الشعب السوري وأتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في سوريا. نحن ضد إراقة الدماء الشعب السوري، ولكن ما يجري الآن في سوريا من قبل النظام ومن قبل أجهزة الأمنية، لماذا لم يحاكم عاطف نجيب الذي قتل أهالي درعا في 18 من شهر آذار مارس الماضي؟ لماذا لم يحاكم أمجد عباس الذي قام بقتل أهالي بانياس؟ لو طلبت منك الشهادة موثقة أستاذ رامي من مرصدك، لو طلبت منكم شهادة موثقة، يعني من الساذج أن أسألك إن كنت ستوفر المعلومتين، معلومة أن مثلا هناك نظام ممنهج لاستهداف المدنيين والعكس أن هناك عمليات انتهاك من الجانب الآخر، ولكن النسبة هنا هي الفارق، أليس كذلك؟ بشكل مؤكد. عندما تجري حوادث قتل فردية في حمص أو في مناطق أخرى كردود أفعال عن ما يجري من انتهاكات حقوق إنسان وقتل يومي في حمص، هل هذا يعادل ما تقوم به القوات السورية النظامية بتوجيهات من قيادة النظام في سوريا لقتل الشعب السوري؟ أحد الذين كانوا حاضرين على أحد الحواجز الأمنية في محافظة إدلب قال استمعنا في الجهاز اللاسلكي يقول لهم الضابط اطلقوا الرصاص على كل شيء يتحرك، هل هذا قتل بقانون أو خارج القانون؟ أستاذ رامي عبد الرحمن من مدينة كوفنتري في وسط إنجلترا، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا. سأستمع إلى المزيد من أرائكم مع وضد هذه الرؤية أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، لكن قبل ذلك سأتحول إلى غرفة الأخبار حيث يتابع زميلي حازم الخولي الحوار الإلكتروني. حازم، إلى أي مدى يتفق المشاركون في الحوار مع رؤية المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان تمارس بشكل ممنهج في سوريا؟ رشا، هناك مشاركات ترى أن ما رصدته الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من انتهاكات بحق المتظاهرين في سوريا حتى الآن هو جزء بسيط مما يحدث على أرض الواقع. أصحاب هذا الرأي يرجعون ذلك إلى غياب وسائل الإعلام الأجنبية التي يقولون إنها لو أتيحت لها الفرصة لتغطية الأحداث لأصبح حجم الانتهاكات والضحايا أكبر بكثير. فمثلا محمد فرحان يقول على صفحتنا على فيسبوك: ما يجري في سوريا هو أقل من نصف الحقيقة، فمن سمع عن أحداث حماة في الثمانينيات لا يستغرب ما يحدث في درعا وحمص وإدلب، فهذا النظام اعتاد على انتهاك حقوق الإنسان. على نفس الصفحة يقول علي فتحي: ليس هناك مبالغة عما يقال عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، المبالغة الحقيقية هي الصمت عما يجري من مجازر بحق شعبه. أما محمد إسماعيل فيقول على صفحة شارك برأيك: تاريخ الجيش السوري يشهد بأحداث سابقة ارتكبت في مدن سوريا، والاختلاف الوحيد بين الوقت الحالي والماضي هو تطور وسائل الإعلام وتوثيق الجرائم. على نفس الصفحة يقول ناجي العباس: أعتقد أن كل العالم بات يعرف ما يحدث في سوريا بعد نجاح السلطات في جر المحتجين لحمل السلاح، وصار لها المبرر الكافي للقمع وباستخدام كل الأسلحة. حازم، هذا عن الموافقين على ما جاء في تقرير المفوضية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، ماذا عن المخالفين لهذا الرأي من مشاركين؟ بالطبع هناك آراء لا تتفق مع تقرير المنظمة الدولية بأن الجيش السوري هو المسؤول عما حدث من جرائم وانتهاكات، وترى أن التقرير به مبالغة كبيرة. أصحاب هذا الرأي يلقون باللائمة على من وصفوها بالجماعات المسلحة والمعارضة الخارجية التي ساعدت برأيهم على تأجيج الوضع وسقوط هذا العدد الكبير من القتلى والمصابين، كما أنهم يلقون باللائمة أيضا على وسائل الإعلام الأجنبية لأنها مارست التحريض بين صفوف السوريين لإسقاط النظام على حد قولهم.
من هؤلاء مثلا ياسر كتب على صفحة شارك برأيك يقول: معظم الجرائم التي ترتكب في سوريا ومنذ بداية الأحداث قامت بها المجموعات المسلحة الممولة من الخارج ومن البعض في الداخل. مشاركة أخرى على نفس الصفحة بتوقيع سوري تقول: شاهدت بنفسي انتهاكات لحقوق الإنسان وسلب وتدمير للأماكن العامة والخاصة، لكن ليس من قبل عناصر الأمن والجيش، بل من قبل ما يسمون أنفسهم بالجيش الحر. على صفحتنا على فيسبوك مشاركة من سامي يقول فيها: مع الأسف لا يوجد شفافية في الإعلام الغربي أو العربي، فكلهم يتبعون أطرافا معينة. بالطبع الحوار لا يزال مفتوحا حازم، هل ذكرتنا بسؤال الاستفتاء لو سمحت؟ رشا، سؤالنا اليوم هو: هل تتفق مع الأمم المتحدة بأن ما تشهده سوريا يرقى لجرائم ضد الإنسانية؟ وكما تعودنا سوف نتعرف على النتيجة في نهاية البرنامج. سننتظر ذلك، شكرا جزيلا لك حازم. حازم الخولي زميلي سيتابع الحوار إلكترونيا حتى نهاية برنامجنا الجزئين التلفزيوني والإذاعي. مجموعة أخرى من مشاركاتكم الآن بالويب كام، نبدأ مع يوسف بلقر من الأردن. إن ما يجري في سوريا منذ منتصف آذار ليس بحاجة إلى تقرير لا من المفوضة السامية لحقوق الإنسان ولا لتقرير صادرة من منظمات المجتمع المدني ولا المراصد السورية ولا حتى من مجلس الأمن. ويكفينا التساؤل عن المدة التي مضت على انتفاضة الشعب السوري، وما هي طبيعة ردود الفعل السورية رسمية، وكم عدد الضحايا سواء القتلى أم الجرحى أم القابعون في السجون. إن تقارير المفوضة السامية والأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية الأخرى تلقي الضوء بكثافة على ما يجري في سوريا من قتل وتعذيب وارهاب، فلعل من على عينيه غشاوة يستطيع أن يرى الواقع المأساوي الذي تعيشه كل المدن والقرى السورية بما فيها العاصمة دمشق وريفها. فكل ما يشاع عن انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا حقيقة، بل هي أقل مما يجري حاليا على أرض الواقع. كل ما يشاع عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا حقيقة، من وجهة نظر يوسف بلقر. مشاركة أخرى بالويب كام كذلك وصلتنا من هيثم عبد الله من الإمارات. إنه لمن المضحك أن نتكلم بعد 11 شهرا من القمع والإجرام المبرمج عن مجرد انتهاكات حقوق الإنسان. وللأسف الشديد، وكما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بأن القوات السورية ارتكبت على الأرجح جرائم ضد الإنسانية. لا أدري ما الذي منع ويمنع منظمة حقوق الإنسان لتكون متأكدة 100% بأن هذا النظام مجرم بامتياز ويجب تقديمه اليوم إلى المحاكم الدولية. ومن ناحية ثانية، برأيي كان من الأسهل لنا أن يكون موضوع الحلقة عن الجرائم التي لم يرتكبها بعد هذا النظام بحق الشعب السوري. وهنا أؤكد للبي بي سي ولمشاهدي البي بي سي بأنكم لن تستطيعوا عمل مثل هكذا حلقة، وذلك وبكل بساطة أنه لا توجد جرائم يمكن أن يتخيلها العقل البشري ولم يرتكبها هذا النظام المجرم بحق شعبنا السوري. عبد الله، على الأقل نحن نحاول أن نرصد ما يمكننا أن نرصده. وقبل أن أتحول إلى ضيفي بالاستوديو سأخذ مكالمتين هاتفيتين لأستمع إلى شهادة أولا من عباس في السعودية. عباس أهلا وسهلا. أهلا وسهلا عباس، هلا حدثتني عن تجربتك الشخصية، أفهم أنك مررت بتجربة صعبة عصيبة. تماما، أنا اعتقلوني على خلفية تنظيم لحملة استعادة إنسانية وغذائية لريم حور. بس لحظة عباس، من اعتقلوك ومتى وأين؟ تم اعتقالي من قبل فرع الأمن الجنائي باب مصلى. طيب. أخذوني من مكتبي، 15 مسلح كانوا، طبعا بطريقة مهينة جدا. يعني حتى لدرجة أنه تساءلت أنه قانون، كان الحكي في بدايات الثورة يعني الشهر الخامس. تساءلت أنه الشهر الخامس يعني حوالي في أغسطس آب أو سبتمبر مثلا. لا، في الشهر الخامس مايو. طيب. إيه، فلما سألته عن قانون طوارئ التغى، ليش هيك عم تعملوني؟ فكان جوابهم ضحك طبعا. تم ضربي بالكابلات الكهربائية والعفة الكهربائية بساط الريح، تعرفنا عليه طبعا. لم أحظى بالنوم لأول 3 أيام، كان تحقيق وراء تحقيق وراء تحقيق. أحدى جلسات التحقيق كانت استمرت حوالي 3 ساعات، طبعا تجريدي من الملابس كاملة، عفة كهربائية عن عبود تناسلي. كان في هناك يعني الشيء الغريب، كان غرف التحقيق كاملة فيها كاميرات،
مما يدل أن التعذيب ممنهج ومراقب من ناس في الفرع وليس تصرفات فردية كما يدعي البعض. كان من ضمن يعني حتى التعذيب نفسه اللي بيصير تعذيب نفسي وتعذيب جسدي، يعني كان ممكن يوهموك انه حيجيبوا اهلك او اخوك ويعذبوه قدامك، كانت مثلا يخلوك مطمش فتره طويله مغطى على عينك، مطمش هي غطاء على عينك. عباس، انا لا اريد ان اطيل عليك في تذكر هذه الذكريات، ولكن ما الذي حدث بعد ذلك بعد ان تم التحقيق معك اكثر من مره ولقيت ما لقيت؟ مجرد ضبط بتبصم عليه على العمياني، ما بتعرف شو يعني شو مكتوب فيه. اقرار يعني او اعتراف مثلا؟ اقرار واعتراف. طيب. تم تحويلي لفرع اخر، الفرع كمان صار فيه نفس الدوره من التحقيقات والضرب والتعذيب. سجن انفرادي لمده تقريبا 9 أيام في الفرع الاخر. ثم حولوني على القاضي. القاضي سالني شو تهمتك؟ قلت تهمتي اني انسان. تم تسليمي هويتي وطلعوني من باب القصر العدلي. بعدين؟ في تعاقب من القضاء. بعدين رجعوا طلبوني مره ثانيه وهي انا بالسعوديه. هربت يعني؟ هربت من سوريا؟ هربت تمام. من سوريا. طيب. عباس، أنا يعني ربما سؤالي برضو قد يبدو ساذجا بعض الشيء، ولكن أريد منك، أنت تقول أن تهمتك كانت أنك إنسان، هل شعرت أنك كإنسان انتهكت؟ تماما. طيب. يعني أنا لو كنت يا أخي اعتبرني خائن، اعتبرني مو مودي مساعدات غذائية على أهلي وأولاد بلدي، اعتبرني مودي سلاح على إسرائيل، ما بيصير هيك يتعامل البني آدم. بالنهاية أنا مواطن سوري ما فقدت عني الجنسية مهما كان رأيي. طيب، مشاركة أخرى. عباس، أنا أشكرك شكرا جزيلا على شهادتك وعلى مشاركتنا في تجربتك، وشكرا جزيلا جدا على بقائك معي. هناك أيضا محمد صالح من البرازيل قبل أن أتحول إلى ضيفي. محمد، أنت ترى أن المسألة مبالغ فيها، مسألة انتهاكات حقوق الإنسان مبالغ فيها، لماذا؟ أنا أرى لأنه ما نوبت بالحقوق الإنسان، بكل شيء مبالغ فيه، حتى لما تنقل وسائل الإعلام الأخرى أي حادثة أو أي شيء يقوموا بتضخيمها وبتكبيرها حتى ينفذوا هذه المؤامرة على قطرنا على بلدنا، وهذا أصبح مفهوم. يعني ما يصور وما يجري الحديث عنه وما نشرناه من شهادات هو ملفق من وجهة نظرك؟ نعم. محمد، لو سمحت ابقى معي، وطبعا وجهة نظرك مرحب بها وسأتابع معك في المزيد من النقاش، وذلك مع ضيفي هنا بالاستوديو الأستاذ عمار وقاف، عضو النادي الاجتماعي السوري بلندن. أستاذ عمار، أهلا وسهلا بك. لماذا هناك حديث عن انتهاكات لحقوق الإنسان موازي له حديث ربما بدرجة أقل على الأقل مما استمعت أنا عن مبالغة في هذا الأمر؟ انتهاكات حقوق الإنسان، ما يتم تعريفه على أنه انتهاكات حقوق الإنسان هو ما تقوم به الدول العربية عادة بالتعامل مع مواطنيها. سوريا لا تختلف لا عن مصر ولا عن السعودية ولا عن تونس ولا عن أي دولة في مسائل التحقيقات وما شابه. نحن في العالم الثالث بشكل عام نتعاطى مع هذه القضايا بهذا الشكل. نتأمل نحن كنا كسوريين على الأقل بأن سوريا دولة تقدمية أن تكون المسائل أخف. مبالغة ليس فقط هناك مبالغة، يعني هناك تجييش من البداية كان من أجل حقن الناس لكي تقف ضد الحكومة لكي تنزل إلى الشارع. من قبل من أستاذ عمار؟ من قبل من التجييش في هذه القضية؟ يا سيدتي الكريمة، عندما بدأت الأحداث في سوريا هناك أطراف كثيرة استشفت إمكانية التدخل وتصفية حسابات مع الحكومة السورية، و أنا برأيي الشخصي يعني قامت بضخ أموال، قامت بضخ دعم طويل عريض إعلامي. نحن نسمع حتى الآن، حتى الخبر بحد ذاته ولو أنه بدي أدخل بمهنة حضرتك، بينما ما تعملي ريبورتينج أو تقرير عن موضوع معين، بينما ما تعملي تقرير يقوم بإثارة الغرائز والعواطف، هناك فرق. فهذا اسمه تحريض. من البداية كان لم يشترك الشعب، كان الشعب السوري متردد في النزول إلى الشارع والمطالبة بالمسائل التي هي تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية، مكافحة الفساد وما شابه. كان مطلوب بشكل أو بآخر دفع الناس دفعا للخروج إلى الشارع. طيب أستاذ عمار، معذرة لمقاطعتك، ولكن بما أنك تحدثت عن أدوات مهنتي أنا، فيمكنني أن أناقشك في هذا الأمر. كي يكون لدي الحقيقة كاملة أريد أن يكون لدي مراسل على الأرض،
شهود عيان، نعم، فريق للتصوير مثلا، نعم، وبعض الشهادات من الجانبين، نعم، إذا كان هناك خلاف على أمر ما، نعم. حتى وقت قريب لم يكن لدي مراسل على الأرض، لأن هذه المسألة كانت صعبة للغاية، أن كان هناك مراسل داخل سوريا ولكن في المناطق التي بها يعني القتال أو المشكلة، دعني أحيد الكلمة على أقصى درجة، كان من الصعب التصوير، كان من الصعب الحصول على معلومة، وبالتالي كان أمامي يوتيوب، الشهادات التي ترسل إلي وما يقوله مراسلي ربما دون صور في كثير من الأحيان حتى وقت قريب. هل هذه أدوات كافية كي يعني تؤهل الإعلام لئلا يتهم بأنه يبالغ أو أنه يفتري أو أنه يختلق حقيقة غير موجودة؟ يا سيدتي الكريمة، أنت لديك هذه الحقائق، نعم طبعا، لم يكن لديك مراسلين ولم يكن لديك شهود عيان وما شابه، لكن هذا لا يعني أن يخرج التقرير من محطة معينة بلغة تحريضية تثير الغرائز، هذا موضوع آخر. يعني حتى لو كانت الحقائق التي لديك هي حقائق عفوا منقوصة أو مختلقة من قبل البعض أو حتى صحيحة، هذا لا يعني نحن بأن نعد تقريرات تحريضيا. طبعا أنا لابد أن أقول بأن البي بي سي تجاوزت هذه المسائل إلى حد بعيد، ولكن ما تزال هناك قنوات أخرى تعتمد التحريض بشكل يومي وبشكل مباشر. فالمطلوب إذن هو تجييش الناس في سوريا للخروج إلى الشارع. طريقة التعاطي الدولي في سوريا ليست سويسرا حقيقة، ولا أعتقد بأن دولة كقطر ربما أو السعودية أو مصر أو تونس أو أي دولة أخرى، بس هذا لا يعني أن تتحول إلى أبو غريب أو إلى أفغانستان كما ذكر أحد المشاركين معنا. والله يعني إلا سمعت أنا السيد عباس، وأنا يعني يعني هناك نحن نقطة يمكن أن تسميها اعتذار معين من الناس الذين تعرضوا إلى آلام معينة أو من الناس الذين فقدوا ضحايا. كون أنا كشخص أتفهم وجهة النظر الرسمية أكثر من الشخص الآخر، هذا لا يعني بأنني أنا مستعد لتقبل فكرة بأن الناس التي تموت هي الناس تموت بالمجان، هذا غير صحيح. طيب، دعنا نسمع أستاذ عمار إلى عمار آخر، عمار من تركيا وهو سوري لاجئ في تركيا على حسب ما أفهم. عمار لو سمحت أخبرنا عن تجربتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أخبرني عن تجربتك. أختي الكريمة، إنما يصف بانتهاكات لحقوق الإنسان لا يمكن أن يرقى إلى جزء مما يحصل في المعتقلات السورية. هيك لازم نحن كنا نوضح الفكرة، لأن الشعب السوري طبعا مثل ما كان على قول ضيفي كان يخشى نزول إلى الشارع، ليس خوفا من القتل وإنما خوفا من الاعتقال. طبعا المواطن السوري يتمنى أن يقتل 1000 مرة وأن لا يعتقل لمدة يوم أو يومين. طيب عمار، حدثني عن تجربتك أنت، أنا أريد أن أستمع إذا سمحت طبعا، وإذا أردت أن تشاركني في هذه التجربة. تفضل. بدي أعلق شغلة صغيرة على الأخ اللي اتصل، الأخ علي. تفضل. طبعا هو وفي من مثله كثير من اللي جيشهم النظام للدفاع عن هالموضوع هذا، يعني هذا أنا بعتبره أحد الشبيحة. طبعا الشبيحة مو بس اللي بيقتل بداها. هي لافتة عمار قضية التجييش من جانب النظام كما تقول، والطرف الآخر يقول هناك تجييش وهناك تحريض من جانب قنوات إعلامية ودول في المنطقة. أختي الكريمة، كل فرع من فروع الأمن في جزء خاص إعلامي، الناس مخصصين للدفاع عن فكرة النظام، كما يستقبلون الإعلاميين من لبنان ومن الأردن ويدفعون لهم الدولارات لكي يدافعوا عن هذا الموضوع في القنوات. طيب عمار لو سمحت ابقى معي لأنني أريد أن أستمع إلى تجربتك أنت في تركيا، رجاء لا تذهب بعيدا. أستاذ عمار ضيفي هنا في الاستوديو، كيف تعلق على هذه النقطة تحديدا، أن هناك أيضا تجييش من جانب النظام لشخصيات أو الدفع بوجوه معينة للدفاع طوال الوقت؟ هذا يعني بأن النظام يتعرض إلى هجوم. الإعلام السوري ليس في أحسن حالاته أكيد، ولم يكن يوما ما في أحسن حالاته حقيقة. وقد اختص الإعلام السوري منذ بداية الأزمة برفع معنويات شريحة معينة من الناس. إذا قسمنا الشعب السوري إلى شرائح فيما يتعلق بالتعاطي مع الأزمة، فلديك هناك شريحة المناصرين المؤيدين المباشرين للسيد الرئيس الأسد للنظام وهذا، وهناك شريحة المعارضين المباشرين، وهناك شريحة في المنتصف. الإعلام السوري عادة لم يستطع أن يستقطب الشريحة التي هي في المنتصف، وهنا أختلف مع الأخ عمار سمية في تركيا. لا أعتقد أن الناس خافت من النزول إلى الشارع خوفا من الاعتقال، وإنما هناك شريحة كبيرة من الناس خافت من النزول إلى الشارع خوفا على البلد وليس خوفا من هذه القوة الأمنية ومن ذلك النظام، من فوضى أو تردي الوضع أكثر. تماما. طيب. هناك في عقل عند بعض الناس قال بأنه نحن هذا الطريق الذي نمشي فيه لن يوصلنا إلى نتيجة، وقد رأينا إلى ماذا أوصلنا، ونحن نفضل أن لا ننزل. فهناك كان تروي من قبل شريحة من الناس. هذه الشريحة حقيقة لم تستطع الحكومة السورية أو الإعلام السوري إذا استطعنا أن يستقطبها بشكل كامل حتى الآن، ولا توجد حتى الآن قناة إعلامية استطاعت استقطابها.
سأستمع إلى شهادتين في الواقع، لأنني وعدت عمار في تركيا أن أستمع إلى شهادتي أولا، ثم سأستمع إلى ميرال في السعودية. عمار لو سمحت حدثني عن تجربتك حتى ذهبت إلى تركيا. نعم، احنا اختي ما في انسان بيترك بيته وبيترك عمله وبيترك دوامه وبيترك ارضه ووطنه وبيلجا ليعيش بخيمه طبعا باختياره الا اذا كان مكره او قسري. يعني جثة الشغور رحلت 90% منا. ليش رحلت؟ طبعا حبا بتركيا او حبا بالعيش في خيمه؟ لا، اكيد لا. نحن اجبرنا على الرحيل. طيب، طبعا خوفا من الاعتقال. بس بدي اعلق بشغله للاستاذ عمار اللي كان عم يحكي فقط، ان قناه الدنيا وقناه المنار هي اللي عم تجيب الحقيقه فقط، والبي بي سي والعربيه والفرنس 24 وكذا وكذا. وضيفي لم يقل ذلك عمار في الواقع، ولكن هي نقطه وجيهه للغايه. تفضل. بتعرفي التحدث الى قناه مغربه حكمه 5 سنوات عنا. طيب عمار، شكرا جزيلا على شهادتك وعلى مشاركتك اياي هذه التجربه. ميرال من السعوديه. ميرال، اهلا وسهلا. ميرال، ميرال تسمعينني؟ لو سمحتي خبريني عن تجربتك أنت أيضا، أفهم أن لديك توثيق لأمر ما أو لقضية ما أو لحالة ما، لو سمحتي أخبرينا عنها. أولا أتقدم برحمة للشهداء في سوريا والحرية لمنتقدينها في السجون الأسدية، هذا أولا. أما بالنسبة لتجربتي، أنا لست أحسن حال من أخي عمار في تركيا. فنحن اضطرينا لتغادر البلاد خوفا من الاعتقال. لدي مشكلة في الاستماع إليك ميرال، لا أستطيع، أنا آسفة، لا أستطيع تمييز ما تقولين. هل تحدثتي ميرال؟ هل تسمعين؟ طيب، خوفا من الاعتقال. طيب، تفضلي ميرال. أنا بالنسبة للانتهاكات الحاصلة في هناك مشكلة في الاستماع إلى ميرال. أنا أعتذر بشدة ميرال، ربما نعاود الاتصال بك، لا أستطيع الاستماع إليك حقيقة. سأتحول مرة أخرى إلى ضيفي هنا أستاذ عمار وقاف. أستاذ عمار، يعني الحديث عن الشهادات يمكن أن يكون فيه اختلاف، البعض يقول هذه شهادة حقيقية، البعض يشكك حتى بصحة الشهادة، والبعض يذهب إلى حد أبعد من ذلك يشكك بمصداقيتنا نحن. كيف يمكن التأكد؟ يعني هناك أعداد من المدنيين أو من السوريين تسقط قتلى كل يوم من الجيش النظامي، من الشرطة، من المدنيين، هم سوريون، أليس كذلك؟ طبعاً. كيف يمكن حقن هذه الدماء كي لا يكون هناك هذه الأعداد المهولة من القتلى كل يوم؟ نعم، في نقطة هناك مهمة أشار لها السيد عمار. شيء طبيعي، هو من جسر الشغور حصلت هناك مذبحة ضد قوى الأمن في جسر الشغور، هناك من أدخل في أذهان الناس بأن الجيش قادم ليقتلكم ليذبحكم كذا، اهربوا بحياتكم، فهم هربوا من الاعتقال ومن الذبح. عندما دخل الجيش إلى جسر الشغور لم يذبح أحدا ولم يقتل أحدا، هناك عناصر مسلحة ما زال الجيش يحاول ما أمكن استهدافها هي حصرا بدل استهداف البيئة المحيطة لها، ينجح أحيانا يفشل أحيانا للأسف، ويسقط ضحايا مدنيون. هناك نقطة أخرى، من يسقط من المدنيين يا سيدتي ليس فقط هم من المدنيون، يعني نحن نتخيل عندما نقول والله مثلا سقط 40 شخصا اليوم مدنيا في سوريا، ما يتخيله المرء مباشرة من طريقة صياغة الخبر ومن هذا بأن هناك مظاهرة سلمية وهناك مسلحون معينون تابعون للشرطة أو للجيش يطلقون النار على هؤلاء الناس. ما ينساه الناس أو ما لا يعلمه الناس عادة هو أن هناك كثير من هؤلاء المدنيين هم موالون للسلطة، يسقطون خصوصا مثلا في مدن مثل حمص، مدن من أي مكان آخر، يسقطون لأنهم مناصرون للسلطة ولأنهم لا يرفضون الدخول في يعني عمليات القتل تمارس من الجانبين أم من جانب واحد هو العصابات المسلحة كما يطلق عليها؟ الجيش يقتل مدنيين، هذا أكيد. طيب، لكن هناك فرق ما بين أن يكون الجيش يقتل مدنيين عن نية قتل مدنيين ويقتل مدنيين عن طريق الخطأ. طيب، بشكل ممنهج. بينما العصابات المسلحة، يعني أنا أعرف من أقربائي بحمص، نعم، العصابات المسلحة في حمص يعني قامت باستهداف من نيسان الماضي، يعني أنا أتحدث اليوم هذا. أستاذ عمار، دعنا نستمع إلى السيد ثائر الناطق باسم التنسيقيات للثورة السورية في أوروبا. ثائر، أهلا وسهلا. أهلا بك يا عزيز. شكرا جزيلا لك وتحياتي لك أيضا. أتمنى أن تكون قد استمعت إلينا يعني من وقت معين. كانت هناك شهادات بأن هناك قمع ممنهج، قتل ممنهج، وعمليات اعتقال يمارس فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، ثم رد على ذلك ضيفي أستاذ عمار وقاف بأن هناك قتل يحدث، ولكن هناك قتل من الجانبين، هناك قتل من المدنيين، لكن أيضا هناك قتل أيضا ممنهج للطرف الآخر وهو قوات النظامية السورية.
أولا بداية رحمة لشهداء سوريا وشهداء الثورة السورية في الأخير. سيدتي الكريمة، أنا أستغرب إلى هذه الساعة منذ 11 شهرا إلى الآن أن أرى أبواب تدافع عن هذا النظام الذي سقط سياسيا وميدانيا. أنا فقط أريد أن بالنسبة لضيفك الكريم اللي موجود عندك، أنتم استضفتوه من عدة أيام على البي بي سي وكان المذيع يسأله عن الوضع في سوريا، فأجابه بكل طريقة استهزائية أثارت حفيظة ناس كسر. قال له الوضع في سوريا ظريف وجميل، هل قتل الناس من قبل الجيش الذي دفع الشعب السوري أمواله ورواتبه لهذا الجيش؟ ما هو الخلاف سيد ثائر هو على قتل الناس، من يقتل الناس؟ هذه أيضا قضية خلافية من كبيرة. يقتل الناس؟ أنا أقول لك من يقتل الناس سيدتي الكريمة، أنا أقول لك من يقتل الناس. هو يقول أن هناك قتل من الجيش، القتل من الجيش هم من الشرفاء الذين يرفضون إطلاق النار على الشعب السوري، والذي يقتل الشعب السوري هو هذا النظام المتمثل برأس الشبيح الأكبر بشار الأسد وعصابته. يعني دعنا نحاول أن نبقي الحوار في إطاره اللائق. سأذهب إلى النقطة الإعلامية التي كنتم تتحدثون عنها. تفضل. أنت سألتي أن مصداقيتكم تأتي من اليوتيوب ومن عدة مصادر. لا، أنا لم أقول ذلك، أنا قلت أنه حين تغيب لدي بعض المصادر أستعيد بأخرى وأنسب كل شيء إلى ما. دعيني أشرح النقطة لو سمحتي. هل لو هناك من يمنع، لنسأل سؤال واضح ولضيفتي الكريم، من يمنع دخول المحطات الإعلامية؟ هل هي العصابات المسلحة بين قوسين التي يدعي النظام وجودها؟ أم أن النظام هو الذي يمنع؟ من يقطع الاتصالات عن الشعب السوري؟ من يقطع الغذاء عن الشعب السوري؟ هل العصابات المسلحة أم النظام؟ هذا سؤال. سؤال واضح أستاذ ثائر. هذا يجعل القنوات العربية والعالمية استخدم اليوتيوب والناشطين الذين يستطيعون الاتصال بهم من الخارج. ثائر، أنا أشكرك شكرا جزيلا. نعم، تفضل. في سوريا تفوق جرائم النازية. طيب، يعني هناك جرائم ضد الإنسانية من وجهة نظرك؟ فقط 10% سيدتي. نعم ثائر، أنا أعتذر يعني بشدة أنني سأضطر إلى إنهاء هذا الحديث برغم أنه بدأ يصل إلى درجة سخونة، ولكن أستاذ عمار رد لو سمحت في رد أخير على هذه النقطة. أنا لم أقل بأن الوضع في سوريا أنيق وظريف، أنا قلت يومها بأن الجيش عندما يدخل إلى مدينة ما يحاول ما أمكن تنفيذ عملية أنيقة بالمفهوم العسكري وليس أنيقة بالمفهوم الإنساني، بمعنى مرتبة يعني أنه يحاول تجنب ما أمكن قتل مدنيين وكذا، لكن طبعا هناك يسقط مدنيون كهذا، وأنا اعتذرت لحضرتك لكل الأشخاص الذين هذا، إذا كان فهم من كلامي والله أنه القتل بالمجان، لا، القتل غير بالمجان. لكن هناك نقطة مهمة ذكرها الأخ، أنه والله جرائم ضد الإنسانية وهذا، يقول عني أيضا أنه والله أنا أبوق. لا أخي، لا جرائم ضد الإنسانية عفوا نازية ولا شيء، ويقول عني أنا أبوق. الحقيقة أنا لست أبوق، أنا واحد من الناس الكثيرين في سوريا الذين لديهم وجهة نظر أخرى. هو يضعنا جميعا في خانة والله شبيحة ولا أبواق وكذا، يصطفل ما هو لا يريد أن يسمع وجهة نظر قسم كبير من الشعب السوري. ولهذا أنا يعني لك حق الرد أستاذ عمار، ولهذا أنا توجهت إليك مرة أخرى بالتعقيب على ذلك. أستاذ عمار وقاف، عضو النادي الاجتماعي السوري بلندن، أهلا وسهلا بك وشكرا على بقائك معي، وشكرا جزيلا كذلك لثائر الذي اضطررت إلى أن يعني أنهي حديثي معه، لأنني سأتحول بوجهة نظره للتعبير من قبل شخص آخر وهو السيد محي الدين اللاذقاني، الكاتب والمفكر السوري. دكتور محي الدين، تنضم إلي من قطر، وفي قطر كان هناك اجتماع للمجلس الوطني السوري ليتفق على أمور عدة من بينها حل الوضع في سوريا واختيار رئيس جديد للمجلس. يعني مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التي يبدو أن البعض يراها مبالغ فيها، البعض يراها حتى أقل من الواقع، من أين تنبع؟ يعني أنا لا أستطيع أن أرى ذلك الخلاف الكبير، وأستغرب كلمة حين توصف عمليات الجيش السوري بأنها أنيقة. يعني الأناقة شاهدناها ربما في الدخان فوق حمص، الأناقة شاهدناها في الأبنية المهدمة في درعا، شاهدنا الأناقة في مصر إدلب المدمرة.
هذا النوع من المنطق لا يعني أننا لا نريد أن نسمع وجهة النظر الأخرى من الطرف الآخر. نحن نعرف أن بشار الأسد له مؤيدين داخل سوريا، ونعرف أن البعثيين إلى اليوم البارحة الذي قرر أن يلغيهم من قيادة الدولة والمجتمع في الدستور الجديد يؤيدون وجهة نظره، هذا شيء طبيعي. ما لا نفهمه نحن أن يكون هناك مفوضية عليا لشؤون حقوق الإنسان ترسل عندها عشرات المستشارين والخبراء، ترسل هؤلاء تحقق مع مئات على الحدود، مع عشرات الجرحى، مع آلاف الذين نزحوا، وتخرج بتقرير للأمم المتحدة تقول فيه أنه ربما ارتكبت جرائم بحق الإنسانية داخل سوريا. يؤكد هذا التقرير الأمين العام للأمم المتحدة، ثم يأتي من يقول لنا أن العقليات الأنيقة للجيش السوري أو للمخابرات السورية. واضحة دكتور محي الدين، أريد أن أسمعك صوت واحد على الأقل من الأصوات التي ربما لا ترى ذلك. بشار حسن من الرياض. بشار أهلا وسهلا. بشار، أنت ترى أن هناك استناد كبير لوسائل الإعلام، ووسائل الإعلام ليست دقيقة، هل أنا أمينة في نقل وجهة نظرك؟ أكيد طبعا. أولا يا ريت طلعتني مع السيد رامي عبد الرحمن مشان موضوع الأربع أطفال من بيت قداح من اللاذقية، أنا كنت موجود وشفتهم بعيني. طيب. ثانيا أنا حضرت واحد عم بيت عم يحضر أبوي ناس انفجرت فيه قتلت باللاذقية كمان. يعني ما بعرف هذا رامي عبد الرحمن، انا باكد انه 10% من كلامه صح بس 90% كذب بالاعداد وبالارقام وما هي مصلحته او مصلحه غيره؟ طبعا هو ليس معي ليرد عن نفسه، ولكن انا اتحدث عن المرصد. مدام رشا، المعارضه اخذت مثل الغايه تبرر الوسيله، بدي اوصل السلطه باي طريقه، كذب صح قتل الدم، بدي اوصل السلطه باي طريقه. طيب، هذه غايتها الوحيده. شكرا جزيلا لبشار، وشكرا جزيلا لدكتور محي الدين اللاذقاني. أعتذر لضيق الوقت، الحوار ساخن ويحتاج لأكثر من حلقة. سنتحول الآن إلى زميلي حازم الخولي لنتعرف على نتيجة الاستفتاء، ربما نقرأ فيها شيئا. حازم، هل أطلعتنا أو ذكرتنا بالسؤال مجددا، ومن ثم على نتيجة لو سمحت؟ رشا، سؤالنا الذي طرحناه اليوم للاستفتاء هو: هل تتفق مع الأمم المتحدة بأن ما تشهده سوريا يرقى للجرائم ضد الإنسانية؟ نتيجة الاستفتاء حتى الآن 57% قالوا نعم، بينما 43% قالوا لا. وكما تعلمين رشا أن هذه النتائج تعكس آراء المشاركين فقط وليست قياسا للرأي العام. نعم بالفعل حازم، شكرا جزيلا لك زميلي حازم الخولي. شكرا. ونذكركم بأن حازم وأنا سنتابع حواركم لا نزال، ولكن في الجزء الإذاعي من هذا البرنامج. أيضا يوم غد على شاشة بي بي سي العربية وعلى شاشة أون تي في في مصر سنتحدث في حلقة الغد في نقطة حوار عن ما يسمى بالانفلات الأمني المصري، إذا كان انفلاتا ممنهجا أم لا، وسنعود إليكم بعد قليل في الجزء الخاص بالراديو في بي بي سي لنناقش لا نزال ما يسمى بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من جانب الأمم المتحدة، مبالغة من جانب بعض من تحدثوا إلينا، نسبة تقارب 50% تتحدث عن أن في ذلك مبالغة، وبالطبع هذا لا يعكس كما قال حازم تيار الرأي العام، هو فقط لآراء المشاركين الذين تفضلوا وشاركوا معنا، وطبعا مرحب بهم. لا تذهبوا بعيدا، بعد لحظات سألقاكم على راديو بي بي سي نقطة حوار، يتواصل معكم بعد قليل على إذاعة بي بي سي وعلى موقعنا bbcarabic.com. إلى اللقاء. نحن كأردنيين معنيين أن نعيد ثرواتنا الوطنية. ما شفناها إلا عبارة عن مسرحية. هنالك قنبلة موقوتة بالنسبة لدور مجلس النواب القادم. مطلوب تعديل كامل مواد الدستور. إذا خطنا فاسد ما نطلع بعده لأنه بيقرب لنا أو من مدينتنا وندافع عنه. هذه قضية مهمة جدا. حقيقة لا أعرف. قال لا أدري فقد أفهم. ماذا تحقق من المطالب الشعبية في الأردن؟ الاثنين 7:05 مساء بتوقيت غرينتش. اقتراحات لبرنامج أجندة مفتوحة. نتمنى أن تتطرقوا إلى مواضيع عن النوبة. فورتك يعد فقرة جديدة لجمهوره. ضيف الحلقة لهذا الأسبوع يأتيكم من الرياض.
البي بي سي أثبتت أن منذ زمن طويل العالم العربي خاصة يثق فيها. كونوا معي في رأيكم. We'll be right back.